بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم. واليوم حنتكلم إن شاء الله عن طريقة برد منقار الببغاء. العناية بمنقار الببغاء له أنواع وله تشكيل معين. إحنا الآن بنهتم بقص طرف، لو تلاحظوا هنا هذا الطرف هو الطرف الحاد اللي يسبب الآن وقت العض. طبعا أنا اللي بعمله الآن أني ببرد المنقار بالمبرد، ممكن أنا أقصه بالمقص هذا، ولكن القص دائما يسبب مشاكل، ممكن يطلع نزيف. النزيف هذا بسيط طبعا أمره، بإمكاننا الضغط عليه قليلا أو وضع النشاء الذرة علشان إيقاف النزيف. ولكن في حالة الطير هذا منقار مو طويل جدا، قصير، فيكفي البرد. أنا بستخدم معاكم الطريقتين اللي هو البرد والقص. إذا تكلمنا عن القص يا جماعة، احنا نتكلم عن نص ملي، ما نتكلم عن واحد ملي أو اثنين ملي أو بالسانتي. يعني ما تيجي تقصه مثلا من هذا المكان، خلينا نستخدم، ما نجي نقصه من هنا لأنه حينزف كثير، لا، نقص الطرف الرأس المنقار فقط هو اللي ينقص. على العموم لو تلاحظوا معايا هنا في شوية قشور، هذه القشور طبيعية، إذا كان الطير عنده ألعاب أو أخشاب يكسرها حتروح. طبعا احنا نقدر نعتني فيها بشوية ترطيب، مثلا ناخذ ماء أو ناخذ أي سائل وندهنه بالشكل هذا، والأفضل الزيت، الزيت الزيتون دائما هو الأفضل لأنه ثاني يدهنه وينعمه ويخليه أجمل وأنظف. لاحظوا معي الآن كيف صار المنقار ناعم بدون أي بدون استخدام أي شيء. يعني التقشير هذا كله طبيعي لأنه طيورنا في أقفاص ما عندها مثلا ألعاب، ما عندها شيء يطلع معها هذا، لكن إذا صار عندها أخشاب تكسرها وتقطعها حيتحسن الوضع. طيب خلونا في المنقار نفسه، مو في القشور اللي موجودة في الجوانب. المنقار هذا يا أني أقص طرفه جزء بسيط جدا بالشكل هذا، خلاص انتهت العملية. خلونا ناخذ اللون الأبيض عشان يبين معاكم طريقة القص. شوف صار الجزء الحاد اللي مثل الإبرة اختفى، اختفى الآن ولا سبب له لا نزيف ولا ألم. بإمكانك تبرد بعدها بالمبرد بالشكل هذا. طبعا اغلق المنقار بشكل كامل عشان لسانه ما يحتك في المبرد ويتأثر وينجرح. هذا بس عشان إزالة الزوائد ويبقى ناعم من كل الجهات. وبكذا انتهت عملية برد المنقار أو قصه أو تشذيبه أو تهذيبه، وانتهينا من الشرح. بقي الأطراف هذه، إذا حبيت أنك تنظفها برضو تعمل لها صنفرة، ولكن شوف اللسان الآن مفتوح، لما أشتغل من هنا بيحاول هو يلمسني بلسانه، يلمس المبرد، وهذا ممكن يجرح اللسان. عشان كذا احرص انك تقفله اغلاق كامل بعدين تبدأ تشتغل. ومن الاسفل نفس النظام، وتستمر للنهاية. وإذا كان هذا أقصر المبرد يكون أفضل. ركزوا معايا هنا إيش يصير، شوف القشور اللي تخلصنا منها. بنرطب المكان عشان يبين اللي إحنا قاعدين نسويه. شوفوا معي، ان شاء الله يكون الشرح واضح وانتهينا. نرجع يعني الامور والاخطاء اللي ممكن تصير. اول خطأ ممكن يصير معك انك تقص المنقار بشكل كبير، يعني تقص من مكان عالي،
وتوصل لعرق الدم. عرق الدم موجود من هنا من في إلين بداية مقدمة المنقار. كيف تقدر تبين عرق الدم؟ تأخذ جوال آخر أو كشاف آخر وتسلط الضوء عليه من الجهة الخلفية، حيبين معاك تقريبا حدود العرق حق الدم. إذا ما باب معاك عشان لونه أسود أو لأي سبب آخر، إذا افترض دائما اللون اللي مختلف في نهاية المنقار يكون لونه نحاسي أو عاجي، هذاك اللون هو اللون اللي ما فيه عرق الدم. وبرضو احرص انك ما تشيل كثير، يكفي هذا اللي احنا نشيله. طيب اذا نزف نشاء الذرة ونضعه في هذا المكان بهذا الشكل، افترض انك انه هذا المنديل هو نشاء الذرة، خذه في يدك واضغط هنا وخليك ضاغط لمدة دقيقة او دقيقتين. وبعدين هو برضو منديل ممكن تخليه يعضه أو تضغط عليه بالشكل هذا حتى يوقف نزيف الدم، لأنه هذا النزيف ما هو نزيف قوي، هو نزيف ولكن يوقف لحاله. الشغلة الثانية، الطير بيكون يقاومك علشان ما يخليك تقص المنقار، ما هو زي هذا، هذا مسالم وماشي أموره. لكن إذا قاومك تأخذ لحاف، تأخذ منشفة، قطعة قماش، وتلحف الببغاء، وبعدين تبدأ تقلبه بالشكل هذا مثلا، وإذا كان في مساعدة من أحد آخر عشان يثبته معك يكون أفضل. تثبته بالشكل هذا وتبدأ تشتغل على المنقار. في بعض الأشخاص يروح يودي عند محلات، والمحل بعد أن إذا شاف فيه نزيف أو شيء يعمل له كوي أو كي هنا، يأخذ لك أي معدن حار بعدين يكوي الجرح. أنا ما أفضل هذه الطريقة لأنها مؤذية جدا. طيب الببغاء إذا قصيت منقار زيادة عن اللزوم وصلت عرق الدم ووقفت النزيف وكل شيء تمام، حيكون حساس طرف هذا المنقار، وبالتالي حيكون سلوكه معاك في أول يوم أو ثاني يوم سلوك يعني شوية مختلف عن المعتاد. إذا كان أليف جدا حيصير مو أليف في هذاك الوقت، حيصير حساس، حيصير عصبي، حيصير منطوي على نفسه، يعني بيحاول قدر الإمكان إنه يبعد أو يتغير سلوكه معاك. فخليه خليه لأنه بينمو المنقار لحاله وبعدين يتحسن بإذن الله. أتمنى أن المقطع هذا يكون مفيد لكم، وتحياتي.